نعم أنس، أهلا بك. يعني نحن الآن متواجدين في أحد مدن جبل نافوسة، وبالتحديد في قطاع القلعة في الشارع الرئيسي عند مدينة القلعة. يعني بالنسبة إلى الأسعار كغيرها من المدن الليبية، وخلال تجولنا نحن وفريق النبأ داخل أغلب المدن في ليبيا، اطلعنا على الأسعار، اطلعنا على أسعار المواد الغذائية، أسعار الخضروات، أسعار السلع الرمضانية. لاحظنا بأن الأسعار ليست مختلفة عن العاصمة طرابلس. يعني الأسعار هناك ارتفاع ملاحظ في أسعار المواد الغذائية والخضروات واللحوم داخل مدينة القلعة. يعني بالنسبة إلى هذا الشارع، هو ببعض المحال التجارية للمواد الغذائية واللحوم والملابس. يعني حركة داخل هذا الشارع تعتبر بعد في وقت الذروة تعتبر من أهم الشوارع الحيوية داخل هذه المنطقة، يعتبر منفذ تجاري لسكان هذه المنطقة. بالنسبة إلى الأسعار، لاحظنا بأن اللحوم هنا داخل هذه المدينة هي مرتفعة، لكن هناك تفاوت في الأسعار ما بينها وبين العاصمة، حيث لاحظنا بأن الأسعار اللحوم في العاصمة قد وصلت حتى 50 دينار، لكن في مدينة القلعة هنا الأسعار لربما منخفضة قليلا عن العاصمة. طلعنا على أوضاع المواطنين داخل المدينة ليطلعونا عن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بدلالها على جيب المواطن. المصارف لا توجد بها سيولة، أغلب المصارف هنا في القلعة لا توجد بها سيولة. المواطنين لربما يعانون من أزمة السيولة في وتأتي هذه الأزمة للسنة الرابعة على التوالي. سنتحدث إلى أحد المواطنين لمدينة القلعة عن الأوضاع داخل مدينة القلعة، عن الأسعار المتفاوتة، عن أسعار المواد الغذائية، وعن القيمة الشرائية، وأيضا المواطن فيما يتبضع داخل هذه المدينة. بداية أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة وتحية لقناة النبأ على المجهودات اللي تبذلوا فيها في سبيل أنكم توصلوا رأي المواطن الليبي. تحية لكم الحقيقة على المجهودات كلها. تحدثنا عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، عن الأسعار المواد الغذائية، وأيضا أزمة السيولة في المصارف. كيف يمكن المواطن أن تأتي عليه المناسبة زي شهر رمضان وأن يتقبل؟ نعم، أكيد مدينة القلعة لا تختلف على مدن ليبيا بالكامل، ولكن ربما هناك في تفاوت في أسعار اللحوم فعلا، ومسبب يعني تقل على رب الأسرة. يعني يصل سعر لحم البقر إلى 45 دينار و48 دينار، الوطني في 40 و42 دينار. وهناك مشكلة أيضا لسكان الجبل، مشكلة المياه، أيضا صهريج المياه تصل إلى 45 و50 دينار، فهذه مشكلة الوقود وزحمة الطوابير، مشكلة السيولة زي ما قلت أنت في بداية السيولة ممكن نعطونا في 180 دينار بعد 4 شهور. يعني صعب، يعني صعبة الحياة يعني بكل ما معنى الصعوبة. يعني إذا تحدثنا عن الأوضاع داخل مدينة القلعة، يعني كيف هي الأوضاع بالنسبة إلى الحياة، حركة السير؟ والله الحمد لله بالأوضاع الأمنية، يعني الحمد لله المدينة آمنة، أوضاع عادية وانسيابية، لكن زي ما قلنا مشكلة السيولة ومشكلة الغلاء الأسعار وقلت حتى نزول المرتبات. يعني الآن المرتبات ممكن لشهر 2 فقط في مدينة القلعة، يعني مرتب 3 و4 و5 اليوم، يعني ما فيش مرتبات. يعني إذا ما تحدثنا أين يكمن الحل أو أين يتواجد الحل؟ الحل في الناس المسؤولة في ليبيا، يعني الحل في مجلس الدولة، في مجلس، في البرلمان. يعني أسامي ممكن نسمع بها فقط، يعني ما داروش أي حل للمواطن الليبي. المواطن قاعد يعاني، رغم أن هناك ناس تتقاضى في مرتبات 4000 دينار و5000 دينار و16000 و20 دينار، والمواطن البسيط لازال يتقاضى في 450 دينار و700، ويعطوه منها 180 دينار فقط. شكرا. نعم أنس، يعني كما أشار إلينا أحد المواطنين في مدينة القلعة بأن الوضع لربما ليس كباقي المدن، لكن هنا تعاني مدينة القلعة من أو مدن الجبل بشكل عام عن أزمة أخرى تنضم إلى أزمة السيولة، هي أزمة نقص المياه، ويتم نقل المياه وبيعها في سهاريج خاصة، أيضا إلى أزمة الوقود. يعني بالنسبة إلى
الوضع داخل مدينة القلعة، تعتبر المدينة بالنسبة إلى حركة الازدحام بها حركة طبيعية جدا، حركة السير حيث هي أيضا طبيعية، رجال الأمن متواجدين عند النقاط الأمنية، لم تسجل أي خروقات أمنية داخل المدينة. نعم أنس. أنت معنا مباشرة من القلعة مراسل قناة النبا حسين البرناوي، شكرا جزيلا لك.